اهلا بيكم. احنا شفنا في الفيديوهات اللي فاتت ازاي الكونفيجريشن مانجر سهل عليا المانجمنت بتاع السوفت وير ابديت. طبعا يا سلام لو اقدر مانج ثيرد بارتي ابلكيشنز ابديت بتاعهم من خلال الكونفيجريشن مانجر. اقدر اقول لكم الحكايه دي موجوده في الكونفيجريشن مانجر فعلا. لو انت رحت على السيت اب سي دي بتاع الكونفيجريشن مانجر هتلاقي عندك حاجه اسمها سيستم سنتر ابديت بابليشرز. الابديت بابليشر ده هو عباره عن اكستنشن لل WSUS، بياخد نعمل ليه امبورت للكاتالوجز، بيسحب ابديتس من ثيرد بارتي ابلكيشن وبيحطها على WSUS او السوفت وير ابديت كوين، بحيث الكونفيجريشن مانجر يقدر يعمل لها مانج ويعمل لها ديبلوي للاجهزه. الحاجات الثيرد بارتي الغالبا اللي شغاله مع السيستم سنتر ابديت بابليشر يعني ادوبي درايفرز بتاعت ديل اتش بي، حاجات بسيطة كده. لو انت عاوز بقى مثلا تمانج كروم موزيلا ونرار الكلام ده، في ثيرد بارتي ابلكيشنز بتعمل الكلام ده. علشان نبتدي السيت اب بتاع السيستم سنتر ابديت بابلشر هتدوس على اللينك ده، هيفتح لك انترنت اكسبلورر بيدج عشان تقدر تعمل داونلود ليها. انا عملت اوريدي داونلود هنا في السورسز اهو. يتبقى نقطتين بس نحب نقولهم قبل ما نشغل السيت اب. اول نقطه، السيستم سنتر ابديت بابلشر الفيرجن الحاليه 2011، ودي ما بتسبورتش الويندوز سيرفر 2016. فعلشان اقدر اسطب السيستم سنتر ابديت بابلشر على 2016 بخش على الريجستري، هعدل الفيرجن بتاعه الدبليو سوس اللي خليها لنفس الفيرجن بتاعت 2012، اقوم مسطب الابديت بابليشر وبعد كده ارجع الفيرجن تاني للفيرجن بتاعت 2011. لوكال ماشين سوفت وير مايكروسوفت ابديت سيرفيسز سيرفر سيت اب، هغير الفيرجن سترينج بدل ما هي كانت 10.0.14.3.93 هخليها الفيرجن 6 اللي هو الفيرجن بتاعت 2012. اقول له اوكي. كده اقدر ابتدي السيت اب بتاع السوفت وير ابديت بابليشرز. ده لازم يترن رن از ادمن. فلو جيت هنا كليك يمين مفيش رن از ادمن، فحلها ان انا بفتح سي ام دي هروح على الباص بتاعي ابديت. رن نيكست بيقول لك لو انت شغال ب WSUS 3 سيرفيس باك 2 فانت محتاج تنزل هوت فيكس معين عشان ما يقابلكش مشاكل اللي انت شغال. اقول نيكست، اي اكسبت ذا لايسنس اجريمنت، نيكست نيكست نيكست. خلاص يبقى كده احنا قدرنا نعمل انستول للسوفت سيستم سنتر ابديت بابلشر. وارجع تاني دلوقتي ارجع الفاليو بتاعت الريجستري كي. اقدر دلوقتي ابتدي اعمل مانج للسوفت وير سيستم سنتر ابديت بابلشر. هنبتدي نعمل كونفيجريشن لل اس سي يو بي. هخش هنا على اوبشنز هقول له enable publishing to an update server. ال update server ده local test connection، هيقول لي connection تمام بس انا محتاج certificate عشان اساين بيها ال updates، و certificate ديت لازم تعمل لها import في trusted publisher وفي trusted root certificate. هقول له اوكي. في فيرجن WSUS 3 ال service pack 2 وما قبلها كنت بتقدر تكريت سيلف ساين سيرتيفيكت، بس حاليا لو انت قلت له كريت مش هيقدر. فالحل اللي انت بتيجي هنا في الريجستري برضو
في نفس الباص اللي وصلنا له قبل كده هيبقى النيو دي وورد الفاليو بتاعتها enable self signed certificates والفاليو بتاعتها on. قال اوكي. دلوقتي لو قلت له create هيقدر يكريت certificate. هو بيقول لي في certificate كان created قبل كده انا ده من ضمن التست بتاعتي. انما انت لو بالنسبه لك هيقول لك مش هيجيب لك الرساله ديت. فبدل ما انا هكريت واحده تانية لا انا هستخدم الموجوده حاليا. بس خلي بالك ان انت عندك الاوبشن بتاع الكرييت ده. اهم حاجه بس السيرتيفيكت اللي هي كرييتد تتاكد هنا لما بتفتح الام ام سي كونسول وتخش على السيرتيفيكتس في الدبليو توس سيرتيفيكت هتلاقي هي اهم حاجه تكون كود سايننج. السيرتيفيكت ديت هتحتاج تعمل لها اكسبورت قلت على اكسبورت على الديسكتوب. بعد كده هعمل لها امبورت في التراستد بابليشر وهعمل لها امبورت في التراستد روت سيرتيفيكيشن اثوريتي. اول تاسك امبورت السيرتيفيكت بتاعتي نجست تمام نفس الكلام على التراستد روت سيرتيفيكيشن اثوريتي. يتبقى لنا اللي احنا نعمل اعداد كده في الجروب بوليسي عشان نسمح لل سوفت سيستم سنتر ابديت بابليشر اللي هو هيببلش او الاجهزه تقدر تقبل ابديتس من ابديت بابليشر. وهنيجي على التي سي بتاعنا اسمها اس سي يو بي. لو جينا على السيتنجز بتاعتها كده في البوليسيز ادمنستريتف تمبلتس ويندوز كومبوننت ويندوز ابديت هتلاقي في الاوبشن اللي هو اسمه allow signed updates from an intranet Microsoft update service location خليته enable. والسيرتيفيكت بدل ما اقدر اعمل لها امبورت انا كنت بدل ما اعمل لها امبورت لوكال على الاجهزه هتقدر تعمل لها publish من هنا في الويندوز سيتنجز في السكيورتي سيتنجز public key policy Trusted Root Certification Authorities هتيجي هنا وتقول له بورد وتكون انت حاطط السيرتيفيكت بتاعتك في شير زي ما انا حاططها هنا. انا حاطط عامل فولدر اسمه سيرتس من شاير تحت الدومين مثلا واخدت السيرتيفيكت وحطها هنا واقول له نيكست وكده انا ظبطت الجروب بوليسي بتاعتي. اوكي يبقى لنا ان احنا نمبورت كاتالوجز سوري نكمل هنا. هنخش على كونفيجريشن مانجر سيرفر انيبل الكونكشن مع كونفيجريشن مانجر. الكونفيجريشن مانجر ده لوكال تيست كده سكسسفول كونكشن اقول اوكي. يبقى انا كده عملت كونفيجريشن للسيستم سنتر ابديت بابلشر. طب انا عاوزه بقى يبتدي يجيب ابديتس دي يتم ازاي؟ هروح مثلا على الانترنت هسيرش على مثلا ادوبي و اس سي يو بي هيجيب لك الكتالوجز اللي انت هتعمل لها داونلود علشان تقدر تسطب او تقدر تقرا ابديتس بتاعت ادوبي. هتلاقي في نوعين من الكتالوجز نوع كتالوجز للدي سي برودكتس وكتالوج 11 وما قبل. هتعمل داونلود لدول انا اوريدي كنت عملت لهم داونلود وهو قايل له امبورت. الامبورت هنا بيتم واحد واحد فهروح على الديسكتوب امبورت اول واحد نيكست نيكست اترست الابديتس اللي جايه من ادوبي سيستم انكوبريتد اقول له اكسبت. اقول
هقول له كلوز، هعمل انا بقيه الابديتس مش لازم تكونوا يعني تشوفوهم معايا، ونرجع تاني بعد ما يخلص. دلوقتي انا خلصت الامبورت بتاعي، هتلاقي عندك ادوب ابروبات ادوب ريدر، ولو جيت هنا في الاوبشنز هتلاقي في التراست بابلشر بابلشر اللي هي ادوبي سيستم انكوبريتد اضافوا اللي هي السيرتيفيكت بتاعتهم كانت ظهرت عندي. لو انا عملت هنا الرينج باي نيم هتلاقي عندك مجموعة أبديتس، يعني لو دخلت هنا على أدوبي أكروبات هتلاقي أدوبي أكروبات أبديتس بس، ولو دخلت على أدوبي ريدر هتلاقي في أبديتس باللانجوج. احنا هنشتغل على أدوبي أكروبات. خلينا نخش على أحدث حاجة اللي هي 18/2/17 فيرجن 15.023 2000 سوري 270. انا عاوز ابلش الابديت ده باستخدام الكونفيجريشن مانجر، هعمل ايه؟ هقول له اساين. عندك نوعين من الاساين، ميتا داتا وفول كونتنت او اوتوماتيك. الميتا داتا اللي هو مجرد بس داتا عن الابلكيشن، هو ما عملتش داونلود للابلكيشن نفسه. فول كونتنت لا، هعمل داونلود للابلكيشن. اوتوماتيك هنخلي الكونفيجريشن مانجر هو يحدد هو عاوز ايه. فاحنا نقول له فول كونتنت ده ايه، هقول له مثلا ادوبي ريدر مثلا، ده البابليكيشن بتاعها هيبقى كده. هقول له اوكي. فلو دخلت هنا دلوقتي على البابليكيشن هتلاقي عندي بابليكيشن اسمه ادوبي ريدر وفي الابديت ده. طب انا عاوز اعمل داونلود للابديت ده واظهره بقى على الكونفيجريشن مانجر، فبقول له بابليش. البابليش هقول له نيكست، هيقول لي ده اللي هيحصل له داونلود وبابليش، انا هقول له نيكست. لو دخلت هنا على السي يوزرز، اليوزر الحالي اللي انا شغال بيه، فيو هيدن ايتمز اب داتا لوكال تم، هتلاقي عندي لوج اسمه اس سي يو بي، هفتحه هتلاقي بيقول لي والله انا دلوقتي بعمل داونلود للفايل ده في التم. بعد ما هيعمل داونلود للفايل هيبتدي يحاول يعمل له بابلش على ال دبليو سوس. بعد ما يخلص الداونلود خلينا نشوف هنعمل ايه بعد كده. دلوقتي هو خلص عمل داونلود هنا، وبعد كده حطه في ال دبليو سوس بتاعت الكونفيجريشن مانجر. لو جيت هنا في ال سي على ابديتس، ابديت سيرفيس باكج، اخر احدث واحدة اللي هي ديت، هتلاقي الملف بتاعي اللي هو ال 200 ميجا بتاع الأدوبي. اتبقى لنا إن احنا بس نخش على الكونفيجريشن مانجر سيرفر. هحتاج أعمل سينك للسوفت وير أبديت مرتين، مرة علشان الأدوبي كاتيجوري تنزل في السوفت وير أبديت كونفيجريشنز، وتاني مرة بعد ما سيلكت اللي أنا عاوز الأبديت بتاعت الأدوبي علشان يبتدي يظهر لي هنا كسنجل أبديت إيه الأبديت بتاع الأدوبي الموجود. فخلينا نوقف لغاية ما أول سينك يخلص ونرجع لكم تاني. دلوقتي لو رحت على الأدمنستريشن، خلاص السينك كان خلص معايا، قلت له كونفيجر سايند كومبوننت سوفت وير أبديت برودكتس، هتلاقي عندي أدوبي ظهرت. هعلم على الأدوبي وهعلم على اللوكال بابلشر وأقول له أوكي. هروح على سوفت وير لايبراري تاني وهعمل سينك مرة تانية عشان الأبديتس الفيديوال أبديتس بتاعت أدوي تبتدي تظهر عندي. دلوقتي لو دخلت على ال updates هنا وعملت search على أدوي مثلا search، هتلاقي ال Adobe Acrobat DC update نزل عندي. أقدر أقول له اللي أنا عاوز أعمل له download. هحطه في deployment package، خلينا نقول إن أنا هعمل create new deployment package مثلا أسميها third party، هحطها برضه في الباص اللي احنا كنا متعودين عليه.
سيرفيس الـ AWS دراكتي جات على أي distribution point distribution settings. هنقول له داونلود سوفت وير ابديت فروم انترنت. هو هيتشيك عنده في الداتابيز هتلاقي والله ده دي عندي اصلا، فمش هيحتاج يعمل داونلود قبل بعد كده. اللانجوج اللي احنا عاوزينها سامري. نعم خلص على طول اهو من غير ما يعمل اي داونلود. او داونلود بقت يس. كان عندي هنا دي في ادوية يعمل له انستول. غالبا هتلاقوها latest version، بس خلينا نشوف. help about Adobe version 2015 2200. لا دي version قديمة، فاحنا كده نقدر نديبلوي عليها ال update. فلو جينا هنا هنقول له والله انا عاوز اديبلوي ال update ده. معاه كوليكشن اللي هي خلينا اقول all system required as soon as possible.